السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي، ومبروك مره اخرى ما نجيكم كان في الخير والمسرات والافراح. النادي الافريقي يؤكد الفيفا رفع منع الانتدابات على فريق النادي الافريقي، بينما يقعد فريق النجم الساحلي مازالت عنده ما تحينتش الامور في الفيفا. نحكيه على الامور في الفيفا باش تحطوها في بالكم. راه كانت تفكروا حامد مبارك نائب رئيس النادي الافريقي في كونفيرونس دي بريس وقتها في الجلسه العامه قال راهو بالنسبه للفيفا ترفع تنجم تعطينا الورقه اللي احنا ترفع المنع تاع الانتدابات تبعثها للنادي الافريقي يكون مخول الفريق والجامعه تكون في بالها، بينما التحيين لدى الباج اوفيسيال تاع الفيفا يصير بالروتار مره في الاسبوع، هما مره في الاسبوع يعملوا ميزاجور ما يعملوهاش كل يوم. اوكي واضحه ظاهر لي، هما الفيفا يعملوا مره في الاسبوع ان ميزاجور، الميزاجور هذيا صارت اليوم الاثنين، كل نهار الاثنين يعملوا ميزاجور. ميزاجور النادي الافريقي اللي فيها كلها اخبار ساره واخبار مفرحه لجمهور النادي الافريقي مش نهائيا والى الابد، حتى الفيفا اكدوا لنا وما عادش فيها صحيح، ما عادش عندنا حتى مجال للشك اللي النادي الافريقي اصبح بدون ديون نهائيا والى الابد ومع شكون مع الفيفا. الفيفا اللي كانت تنجم تمنعك من كل شيء، كانت اذا كان ما تخلصش ديون الفيفا ما عادش تشارك في البطولات التونسيه، ما عادش تشارك في البطولات الافريقيه. الحمد لله النادي الافريقي تصير الموافقه التحيين الميزاجور. ما هو عندي برشا انا من المتابعين سالوني في مناسبات سابقه، سالوني يا نبيل يا رندرال اذا كان اداره النادي الافريقي يقولوا راهو ترفع المنع وكل شيء وفي الاخر تقطع الحكايه الفيفا ما يسيبوش الرفع هذا، اش عملنا وجا مليح؟ قلت لكم يا ولادي تهنيوا، راهي امور ما دام اداره النادي الافريقي تكلموا عليها معناها الامور غارونتي مليار بالمية. وفعلا الحمد لله الفيفا تاكد الامر هذا اليوم، واللي يحبوا يزيدوا يتاكدوا يدخلوا الباج اوفيسيال نتاع الفيفا نتاع لوموليغاسيون نتاع الملاعبيه، وتو يلقاو النادي الافريقي صاي في الفان وخرجنا من المرحله نتاع العقوبه هذه. ثم حاجه، الفرق الاخرى اللي كانوا متواجدين معانا في المنع من البطوله التونسيه ما زالوا. النجم الساحلي كانت تفكروا ليامات الجمعه اللي فاتوا ولا اللي قبلها، وقتها بعض مسؤولين النجم الساحلي قالوا احنا رفعنا المنع ويلي راهو الامور تمشي بالامور القانونيه. يمكن النادي الافريقي في الامور القانونيه هذه متبرس اكثر من مسؤولين النجم الساحلي. النادي الافريقي الاسبوع اللي فات تعبوا حامد مبارك هيكل التخيل وجميع إدارة النادي الإفريقي، خاصة الشرفاء منهم اللي قاعدين يخدموا بكل نزاهة وبكل شرف، فهذوكم كلهم تعبوا وقدموا اللي عليهم بالغالي والنفيس، والنادي الإفريقي ينجح في هذه المهمة والحمد لله. هذه الفرحة بالرسمي، راهو الفرحة نتاع الباج اوفيسيال باهية، ولكن وحتى الفرحة نتاعي أنا كانت تفكروا ظهر لي جمهور النادي الإفريقي ساعات ثم شكون يستغرب يقولوا نبيل ديغن سبور كيفاش يخرج في المواضيع قبل يسبق وتطلع صحيح الأحداث. راهو ماناش خصيصين ونعرفوا الناس الصادقين معانا ونعرفوا الناس اللي يعطيونا الصحيح ونعرفوا كل شيء راهو الحمد لله. ويقول لك امشي بنية ورقد في ثنية، المثل هذا راهو مش ساهل، راهو مثل مهم برشا. اللي تمشي بنية مش معناها انت تمشي مهلول، تمشي بنية معناها تمشي مصدق اللي لازم باش ربي يعطي خيره، وفعلا ربي يعطي خيره للنادي الافريقي. بينما النجم الساحلي مازال ممنوع من الانتدابات، عنده زوز خطايا، الاولمبي الباجي اربعة، مستقبل رجيز زوز، الهلال الشاب زوز، مستقبل سليمان زوز، يعني هذوما الفرق اللي مازالوا عندهم الخطايا لدى الفيفا. النادي الافريقي نهائيا والى الابد هذيك حاجة وانتهينا منها وشرف لينا والحمد لله، وكنا متأكدين. انا حكيت قبل الباج اوفيسيال والباج اوفيسيال حكاو قبل الباج اوفيسيال نتاع الفيفا، وتوا وصل الميزاجور نتاع الفيفا وانتهينا نهائيا والى الابد والحمد لله. النادي الافريقي في صفحه جديده، النادي الافريقي باش نحكيكم برشا حاجات باهيه. حل يديك راك كلوبيستي، ما تنساش باش تعمل هكا لابوني والجيم كانك كلوبيستي. هكا الوعده اللي وعدناها هذيك ما عادش نعاودها، كان جمهور النادي الافريقي فاقوا بها تعمل لابوني وحدك. على كل حال كما قلنا ثم امر هام صار اليوم بلاغ من اداره النادي الافريقي حول يخص المنخرطين. الانخراط موجود في حديقه الرياضه نجموا تمشيو وتاخذوا الانخراط نتاعكم. الشروط، بالنسبه للشروط ثم شرط هام برشا ماذا بينا الناس الكل تبداو في بالكم به.
اللي يمشي خرط في النادي الافريقي لازم يكون عنده زوز اشتراكات سابقه في النادي الافريقي، ثم يقوم بالانخراط نتاعو. الانخراط القيمه نتاعو 100 دينار، والاشتراك كما تعرفوا الناس الكل لي زابوني اللي هما الفيراج 100 دينار 120 دينار، البيلوز 200 دينار، الانسانت سوبيريور 350 دينار، انسانت انفيريور 450 دينار، والتريبين دي نور 750 دينار. اللي الجمهور ثم شكون راهو ماني قلت لكم جاه ربي ما نفضلكم، راهو بكل استحباب. اللي باش يطلبني في الميسنجر راهو الميسنجر ماهوش شغال عندي، ماهوش ديما شغال عندي، ساعات مره في الاسبوعين راني نخدم موجود. كي تعمل لي كومونتير تو نفهمك، راني نقولها ونعاودها، كي تعمل لي كومونتير تو نفهمك، راني مانيش خصيص. تعمل كومونتير نعرفك، راني قلت لك تحب تهدي لي سياره، انا تو ما عنديش سياره، نحب نمشي للملعب بسياره بما اني اعلامي معروف. كان تنجم تهدي لي سياره او كان تحط في الكونت بتاعي والكونت بوكير بتاعي، تبعث لي 30 مليون ولا 40 مليون تو انا نمشي نشري سياره وبارك الله فيك. باش نبداو واضحين، تحب نحكي لك على الامور اللي تخص كرة قدم، هذا نحكيو على الامور اللي تخص كرة قدم، وهذا نحكيكم على النادي الافريقي، وهذا نحكيك على لي زابوني ونحكيك على كل شيء. هذا الدعم اللي انا حاسي به، اللي يحب يعمل دعم لنبيل ريغ سبور بالرسمي يا خويا يهدي لنا سياره على خاطرني الاعلامي بتاع النادي الافريقي. ما نجمش، هاي ميساج ما ثم حتى مشكل، هذا نحكيو على النادي الافريقي وهذا نتاقلموا ونحاولوا نلقاو المواضيع والحلول للنادي الافريقي. بالنسبه للانخراطات كما سميت لكم تو بالضبط، هذاك اللي ان شاء الله اللي يحب يكون عنده انخراط لازم يكون عنده زوج اشتراكات سابقه موسم 2022 و2023 ويعمل الانخراط نتاعو باهي. بالنسبه للناس اللي ما كانتش عندهم اشتراكات في المواسم السابقه، ما ثم حتى اشكاليه، يمشي يقص لابوني نتاعو، يبدا تحب تولي انت ابوني من المنخرطين في النادي الافريقي وتكون فاعل في الجلسات العامه، او كنبداو من السنه، او كعندنا شومبيرز وعندنا هيكل تخيل وعندنا جماعه، الامور ولات منظمه، امور كل شيء سهله. نبداو من السنة، الناس اللي مازالت مع اللي يخمم يقول لك علاش انا ما نعملش الخيرات ديريكتومون، لا ثم حاجه باهيه راهو ثم نظام في النادي الافريقي معناه سهله. انت كي تكون عندك الاشتراك معناها انت قاعد تضخ في اموال للنادي الافريقي، وحتى يعني مثالش مساهم في النادي الافريقي او كفيدك عام زيد عام اخر، والعام الثالث تولي من المساهمين نتاع المنخرط في النادي الافريقي. ما تجيش زاده، احنا نعرفوا اللي صارت لنا الناس الكل، ما تجيش زاده قدام ملعب رادس ولا ملعب المنزه، جاء ربي خويا هات دينار اعطيني دينار باش نكمل نقص تذكرتي، اعطيني دينار اعطيني دينار. هاي الفرق، وهذا اللي مشات فيه اداره النادي الافريقي، وفاهمين الواحد راه فاهمين علاش عملوا هكا بالضبط. لذلك انا نشجع المرحله هذه، مثالش اللي حاجته بالانخراط وما نجمش يمشي يعمل اشتراك لي زابوني. انا حكيت لكم عليه، ثم واحد من المتابعين هاكا في بالي بيك خويا هاكا باش نجاوبك، انا تو في القناه، ثم واحد من المتابعين طلب مني قال لي يا نبيل باش تنصحني، انا راني انسان معناها كالما نقولوا احنا، باش تنصحني نحب نقص يا فيراج يا بيلوز، شنو رايك؟ انا خير خويا، ثم حاجتين بالنسبه للفيراج، راهي المكثر نتاع الجروبات قاعدين يقدموا في قائمه، والقائمه هذيك كل جروب احنا قداش عندنا من الجروب 8 9 جروبات، الجروبات هذوما كل قائمه باش كل جروب باش يقدموا قائمه فيها 1500 2000 باش يكونوا موجودين 12000 في الفيراج. يعني كان تتبع جروب من الجروبات وانا تحاول تتصل باحدى الجروبات بتاع النادي الافريقي، وينيرز فانديرز دوجيرز والكل البقيه الجروبات تتصل بهم، تو هما اذا كانك مخارط معاهم تو تولي يقصولك بالاجمال، معناها بجمله جمله وتفصيلا تخصوا كل واحد يبدا عنده لابوني، هذه حاجه. وثم زادت نجم تستفسر في حديقه الرياضه، ايه تمشي للمسؤولين في الاداره وتقول لهم راني انا نحب نقص فيراج، يا لندرا موجود يمكن ياسر يعطيوك الفيراج نتاعك، اما هما عاملين الفيراج للجروبات باش كي نعملوا الدخلات الدخله تكون حاضره، ما تكونش معناها متفرقه العباد، شوفوا شوف تجي شوفوا شوف ما تجيش ويبقى ثم فراغات. هذاك علاش الجروبات مهمين جدا في النادي الافريقي، واللي انا راني نحييهم وراني انا نتبع الجروبات ونحب الجروبات، على خاطر انا اصلي نعيش كما قلت لكم في حومه شعبيه، نعيشوا ملوك التخلويط. التخلويط بالطبيعه معناها نحكيو بالامور العاديه بتاع العيشه بتاعنا في تونس، يعني رانا نعيشوا بك العيشه هذيك، نعرفوا رواحنا ونعرفوا شنو هي الغنيه اللي توالمنا والغنيه اللي ما توالمناش. لذلك
ننصح خويا انت تنجم تمشي تقص بيلوز وانت مرتاح. البيلوز هذيك اكثر بلاصه نتاع الناس الكالمه كالمه ويتبعوا الفيراج، معناها وقت اللي الفيراج يطلع غنيه قويه هما يتبعوا وتولي الغنيه قويه، هذيك الحكايه معناها. بالنسبه للبيلوز نتاع تشجيع وعياط تعيط على روحك في راحتك تعمل جوك امورك في النوار، عندك المدامه عندك الخطيبه عندك شكون معاك تمشي امورك مريقله وجوك في النوار. اونسانت حاجه اخرى، والاونسانت سوبيريور وانفيريور هذيك حاجه اخرى، تنجم تعمل جو وتشيخوا رواحكم، هذيك حاجه واضحه بالنسبه للناس اللي يحب تعمل الاشتراكات نتاعها. الاخرات كما قلت لكم الناس اللي عندهم الاشتراكات خاصه الجروبات، عندكم اشتراكات خويا الجروبات ديما تعملوا في الاشتراكات، ننصحكم لوجه الله راكم انتوما مستقبل النادي الافريقي، انتوما مازلتوا وليدات صغار ومستقبل النادي الافريقي، ننصحكم تعملوا الانخراط على خاطر راهو مستقبلا العام هذايا هاي كتعديت وجونا باهي وسلكنا امورنا وفيرجي موجود، العام القادم راهو باش نعملوا عليكم يا خويا على طوال على طويل على قصار، وربي باقي له في عمره مسيو شومبيرز وتكون استثمار كبير. سبحان الله اي بعد شومبيرز شكون باش يكون؟ ما باش تكون المخرطين يكونوا موجودين وباش تكون السوسيوس موجوده. على ذكر السوسيوس راهو للجمهور اللي ما عندوش فكره، راهي السوسيوس حاليا نجم تكون اقوى من شومبيرز حاليا ومستقبلا. علاش نقول انا هكا؟ السوسيوس راهي هي العماده بتاع النادي الافريقي وقت اللي تصير لنا ازمه لا يقدر يوم من الايام. نفترضوا احنا تحبوا اداره صحيحه اداره محترفه، نجم تمشي تعمل انخراط نتاعك في السوسيوس. انا نوجه في الجمهور نتاع النادي الافريقي لصالح الكلوبستيه، تحبوا معاش تتغسروا تعملوا الانخراط نتاعكم في السوسيوس ب 50 دينار، ظهر لي ما فيها شيء، 50 دينار رمزيه، واللي يحب يساهم السوسيوس قاعده تمشي وتقوى في النادي الافريقي. راهو كما قال محسن طرابلسي ما عمرها ما السوسيوس تقوى بالمسؤولين اللي في السوسيوس، لا السوسيوس ما تقوى كان بالجمهور بتاع النادي الافريقي اللي دعم السوسيوس، تمشي تقص من الاول وكل مره نتقدموا واحده وشو ولا تغرك خليت احباء المانيا ولا تغرك خليت احباء كذا وكذا ولا كذا وكذا ولا خليت احباء قطر ولا الامارات ولا اي خليت احباء، شو راهو الكلوب ماهيش خليت احباء، انت ظهرت في الصوره اوكي، ولكن النادي الافريقي الجمهور بصفه عامه، الجمهور من اللي قص تذكرته ما عندوش حق الاشتراك للي قص الاشتراك للي عامل انخراط في الجلسه العامه للنادي الافريقي للي عامل انخراط في السوسيوس للي يدعم بالفلوس الكبيره في السوسيوس والنادي الافريقي، هذوما كلهم راهم واحد، كلهم يصبوا في خانه واحده باش النادي الافريقي ما عادش نطيحوا للسنوات العجاف، سنوات اليونسي وسنوات سليم الرياحي ما عادش نحبوا نطيحوا فيهم. شومبيرز صحيح مازال باش تشوفوا منه العجايب والغرايب في المفاجات الساره مازال، ولكن يلزمنا السوسيوس يكون مستعد. شفت كيما البوكسير انت كي تبدا مهبط يديك كيفيان بطبيعه الحال الخصم يغلبك، اما كي تبدا شاد جارد انت هك ولا شاد جارد هك امورك تمشي مريقله. يعني باش تفهم يلزم النادي الافريقي نشدوا الجارد نتاعنا، راهي ماهيش سهله، راهو مازال عندنا برشا مهمات لازم نقوموا بها باش النادي الافريقي يستقر ونصبحوا فريق كيما الاهلي المصري، التتويجات تلو التتويجات، هذا هو النادي الافريقي، مش نفوز ببطوله نمشي كاس افريقيا ما نلقاش روحي، لا نفوز بالبطوله ونمشي كاس افريقيا ونفوز بكاس افريقيا. النادي الافريقي سباق، الفريق الهلالي في تونس فاز بكاس افريقيه للانديه البطل اللي هو النادي الافريقي، النادي الافريقي ان شاء الله نعاودوها مستقبلا بالاستقرار هذا اللي نحكي لكم عليه. حكينا لكم على الملاعب هيلاري والحمد لله حتى محسن طرابلسي تو في الليل ان شاء الله في الليل ولا غدوه وقت اللي باش يعمل راهم باش ياكدوكم اللي هيلاري رسميا في النادي الافريقي لمده 4 سنوات، اجتاز الفحص الطبي بسلام بين قوسين. الدكتور محسن طرابلسي عرج على حاجه قال راهو الملاعب بدنيا اموره باهيه كل شيء باهي، ثم اصابات مزمنه نقولوا احنا خليقه عنده صبعه مثلا ظفره ينبت بالغلط معوج، عنده هكا حاجات بسيطه ما تاثرش على قوته البدنيه في الميدان، قالها محسن طرابلسي وقال راهو
هيلاري قادر باش يكور مقابلة وزوز مقابلات في نفس اليوم وما يصيروا حتى شيء. وبرشا ملاعبية صارت لهم كيما بوعزيزي وصارت ملاعبية أخرين وكوروا وكانوا فاعلين في الفرق بتاعهم وعداوا كارير كبير ياسر وما صارت لهم حتى إشكالية. الحمد لله محسن طرابلسي رجل ثقة وجات الأشعة وجات كل شيء. هيلاري باش نلقاوه الليلة مع النادي الإفريقي باش ينسينا في الهم نتاع كينغز لي إيدو ومتاع أكل ملاعبية اللي ما يعرفوش يسجلوا أهداف. كأذايا هيلاري بصراحة دبابة، صدقوني دبابة، حتى بنو ياسر طيارة تري إنسان مغرمل معناها ينجم يتعدى يسجل أموره بها. الحمد لله هذه الحاجات اللي باش تستفاد منهم النادي الإفريقي ونتمنى كل خير. إن شاء الله كان ثم خبر من هون للليل إن شاء الله نحكيه فيه. سمعنا اللي ثم عدة ملاعبية باش تجيبهم النادي الإفريقي، خاصة ثم لاعب مش يجيب لاعب كبير ياسر في وسط الميدان، ولكن ثم زاد نقطة استفهام في حارس المرمى في النادي الإفريقي، انثبتوا في حارس المرمى. ثم حاجة أخرى أنا راني همي كرة القدم راه، خاطر نعرف كي كرة القدم فريقنا يقوى توا نعملوا الباسكيت ونعملوا الهوك. بالنسبة للباسكيت إدارة النادي الإفريقي تزيد يجدوا الثقة نتاعهم في فاغنر المدرب نتاعنا، وباش يجيبوا لهم لاعب سوبر ستار من أمريكا ملاعب كبير ياسر باش يزيد يدعم الفريق المجموعة نتاعنا ولا زوز ملاعبية. هناوه وأكدوا للهدف نتاع النادي الإفريقي باش يشارك في كأس إفريقيا في كرة السلة ونفوزوا به، هذا الهدف نتاع النادي الإفريقي في الموسمين القادمين. في كرة اليد نطلب من إدارة النادي الإفريقي وشون بيرز لفتة إلى فريق كرة اليد، وكيفاش تفتوا الفريق كرة اليد نطلب منكم تجيبوا لنا ملاعبية نتاع المنتخب المصري. راهو منتخب مصر هو اللي مسيطر على كرة اليد في إفريقيا، تحب تغلب الترجي تحب تفوز على الترجي تجيب ملاعبية من المنتخب المصري، على خاطر المنتخب المصري فور ولا منتخب قوي ياسر في إفريقيا. معناها كي من الملاعبية ما عندكش لا من المغرب لا من الجزائر لا من الكامرون، الملاعبية تحب تجيبهم سوبر ستار ويفوزوا لك بالأرقام من مصر، وإلا تمشي كرواتيا والمجر والبلايص هذيك وتجيب لنا ملاعبية سوبر ستار باش تفوز على الترجي، خاطر الترجي شراو عدة ملاعبية الموسم الفارط عنده فريق متكامل، يلزمك فريق سوبر ستار باش يفوز عليهم ويفوزوا بالبطولة. إن شاء الله هذا هو اللي نتمناه أن يصير في النادي الإفريقي. النادي الإفريقي راهي ماشية في السكة الصحيحة ما تخافوش عليها، النادي الإفريقي أصبحت من أحسن الفرق الإفريقية. إن شاء الله نتمنى من ربي الاستمرار، وردوا بالنا من منظومة الفساد التحكيمي، وردوا بالنا من منظومة الكروية اللي كانت فاسدة في تونس. يلزم النادي الإفريقي يتصدى، بدينا بالاحتراز 3 نقاط النادي الإفريقي ونواصلوا النادي الإفريقي كل جولة نحبوا 3 نقاط على خاطر هذاك المستوى نتاعنا الأصلاني، أني 3 نقاط ثم 3 نقاط. جمهور النادي الإفريقي العزيز وأحباء نبيل ريجل سبور والناس اللي تفرجوا فيها تو، ما تنساش تعمل أكل أبوني باش نكونوا مع بعضنا ونحكيوا مع بعضنا ونتفاعلوا مع بعضنا، وتعليقاتكم راهي مهمة وراهو نسمعوا منكم كل تعليق جيد. التعليق السلبي أنا واحد من الناس ما نكذبش عليكم راني ما نقبلوش، تعليق معناها فيه كلام معناها مش في بلاصتو ما نقبلوش، ما عنديش علاش باش نقبلو، معناها انا عامل جو في القناه نحكي كل شيء ما عنديش علاش باش تجيني تعليق سلبي. والحمد لله، ولكن ما تنساوش اكل الباج نتاعكم في الفيسبوك نبيل ريجن سبور تعملوا فيها السويفي هذيك على خاطر نفس الفيديوهات كما قلت لكم نحكيوا فيها. في التيك توك زاد عندنا الباج نتاعنا نبيل بيجاوي، زاد كيف كيف تعملوا فيها لابوني وراكم باش تلقاو نبيل ريجن سبور وين تحبوا، وين تصوروا نبيل ريجن سبور باش يخرج لكم طاوة يجي نهارات ويعملوا لنا افيش تصور معلقات في الكياسات نتاع تونس. هذا هو نبيل ريجن سبور، مسيو نبيل ريجن سبور. مع كامل احتراماتي للناس الكل، النادي الافريقي في السكه الصحيحه، ما تنساوش شكل جيم ولا بوني وفيفا فورزا السيارة.